طيب أتابع خبر آخر، حيث التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس بديوان عام الوزارة بالمهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية. أكد الدكتور رضا حجازي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين كافة الجهات في الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، مشيرا إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات في مقدمتها الطباعة والنشر، مما يؤكد قدرتها على المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم. ده خبر مهم طبعا بالنسبة لنا كمؤسسات صحفية، ده خبر مهم ان انا بتكلم على التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الهيئة الوطنية للصحافة. ده بيديني، وخصوصا انا بتكلم على مجال الطباعة، واحنا كلنا عارفين ان اسعار الورق زاد بشكل كبير. ايضا المؤسسات الصحفية مثقلة بالديون، فالتعاون ما بين المؤسسات المختلفة للدولة ده ممكن يفيدني. ده بالتأكيد، يعني خلينا أقول لحضرتك، يمكن الحرص الرئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشرباجي على أنه ما تمتلكه المؤسسات الصحفية من إمكانيات، سواء كانت في الطباعة وغيرها من الإمكانيات، أن هو يتم العمل على تسويق هذه الإمكانيات والتحرك عليها، يمكن ملف من أهم الملفات اللي دائما بتؤرق المؤسسات الصحفية القومية، وهو طباعة الكتاب المدرسي. طباعة الكتاب المدرسي كان بيساهم بشكل كبير جدا جدا في حجم الموارد اللي بتدخل للمؤسسات الصحفية. تأثر نتيجة متغيرات كتيرة حصلت الفترة اللي فاتت وتأثرت المؤسسات الصحفية معاه. النهاردة لما أنا يبقى عندي إمكانيات متاحة موجودة داخل المؤسسات الصحفية ويتم استهدافها أو استغلالها بشكل أفضل، والتوسع في هذا الأمر يمكن خطوة مهمة جدا في التعاون ما بين الهيئة الوطنية للصحافة وما بين وزارة التربية والتعليم. احنا مقبلين على الترم الثاني، والترم الثاني ده كان فيه كلام على انه في عدد من المؤسسات الصحفية كانت موجودة في المناقصات اللي تم طرحها قبل ارتفاع اسعار الورق. احنا يمكن زي ما حضرتك ذكرتي كده انه اسعار الورق النهارده بنتكلم فيه كل ساعة في سعر جديد للورق، كل ساعة في سعر للأحبار ومدخلات الإنتاج. ده أثر بشكل كبير على المناقصات اللي كان تم طرحها. كان يمكن دي برضو من الملفات اللي ناقشها المهندس عبد الصادق الشرباجي مع وزير التعليم والتعليم الفني، انه يتم اعادة النظر في المؤسسات اللي طرحت. احنا عندنا مطابع سواء في المؤسسات الصحفية بالكامل عندها القدرة على طباعة الكتاب المدرسي، فده هيساهم بشكل كبير حجم التعاون ده في تحسين الوضع بالنسبة للمؤسسات الصحفية وايضا بالنسبة للكتاب المدرسي. والاثنين مستفيدين بالتأكيد. الكاتب الصحفي دكتور محمد امير رئيس تحرير مجلة اكتوبر، انا بشكرك شكرا جزيلا.